واحد اثنين ثلاثة. الله يسلم ايديكم. والله العظيم انه شغل طيب، والله دليل انه شوف اصلا شوف يا ما شاء الله، الله يبارك لكم. هذا الشغل الزي اللي ينجاب صحيح، الزي ينجاب صحيح. اي والله بعض الناس يتعب ويطبخ ويشتغل ويروح ويجي واخرتها اكله مثل وجه. يا غانمه انت اختي علي واجد وانا احبك اكثر. ابو فهد الله يهديك. ابو فهد اعطني سكر. اسلوبك جميل وبراءتك جميله، ابو فهد ردة فعلك جميله وعبادك جميل وعفويتك جميله وفهاوتك جميله وانت كلك جميل وقبيلتك جميله وشنبك جميل. قبيلتي جميله قبل لا تقولها يا ابو سحب. انتهينا ها تم صح. والله يا ويلي يا قبيلتي، انا شدني انا ما يا ولد. سيف بس يا ربي كانك تسمعني. يا رب العالمين انك تعز مطير. والله العظيم اني ما تذكرت مطير وراي، والله ثم الله اني ماشي الهم. يا ولد مطير مطير حمران النواظر، والله اني مهدون القول. مطير ما ترجع ورا، مطير ما ترجع ورا. احنا قلنا شيء طيب. لا اسمع سيف. اه يا مطير سيف فهد الله يعزه. طيب احنا ايش رايك فينا يا شباب؟ بفهد اسمع سيف، لو انك ما تمطيري وش تبي؟ وش تصير؟ الحمد لله اني مطيري. لو انك ما تمطيري اللهم لك الحمد، ونعم بالقبائل كل ابوهم، والله العظيم القبائل فيها الخير كله. طيب لو انك ما تمطيري وش بتصير؟ ها؟ خيروك انت ما تمطيري وش تبي تصير؟ الله اعلم. كيف الله اعلم؟ انا في لقاء سابق سئلت ذات السؤال واجبت بكل شجاعه وكل صراحه. وش هو؟ لسبب، شوف القبائل كلها ونعم وكلها عزة المملكة، كلها المملكة طال عمرك تفتخر وتحتفي فيها، لكن أنا أشوف أقوى قبيلة من ناحية جميع التفاصيل العتبان ومطران. فذاك اليوم قلت أنا أتمنى تمنى بعتيبي، قلت مطير. وهذا مو بعشان فيصل سيف يقول لو بتمنى بعتيبي، إحنا ما إحنا بحاجته ولا هو بنقصنا ولا هو بزايدنا، ولكن الرجل اللي في لسانه كلام يقوله بكل صراحة العبارة، يعني هاي تحبنا قل أحبكم، فخور فينا قل فخور فيكم عادي. يعني توقعتك إني يعني ما أقول ليه؟ ليش؟ لأنك اليوم تهرب. تهرب ليه؟ انا اصلا انت صايب. ابكى انا اواجه انت صايب اواجه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تعود من الكبر وغمط الناس، غمط الناس انك تثني على نفسك وعلى ربك كثير قدام الناس. انا كثير احنا نعرف قبيلتك. اهدى اهدى يا ابني. انا اهدى 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 انا ما اقدر غير رب العالمين. هذه ويش هذه؟ سكتشات بس. سكتشات هذه طويل العمر. اقول بس الاول اقطع كلامك. ليس عنصريه بل انها فخر. كلبونا وانتما شو اسمه؟ رقاد اي وش وش الكلام؟ انتماء اه بس الله يخليهم. طيب خلنا بالسوالف هذا الله يرحم والديك. لا 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 تدرون يا اخوي السوالف هذه اللي هي سيف لا ما تنقال لا والله مره وخلاص. لا كم قلتها مره هنا؟ سيف لا مو بس زايد بس بستين بس البسه وهذا بسه وذاك اللي دخل لا بس حلو بدا الغلط حلو ما عليه حلو كتابه تكتب حبيبي قل لا اله الا الله. تروح لي ما تروح انت تقطع علي وانا لقطت عليك وبدا تكتب وما ادري وش ليه التعاطف هذا ليه يا ابو سحاب؟ يا ابو سحاب قل لا اله الا الله تعاطف ابو سحاب قل لا اله الا الله ما ادري يمكن تعاطف مع الشباب مع ابو عبد العزيز. تبي ابو عبد العزيز يفزع لك يفزعلي اجر ويش انت بدون ابو عبد العزيز ولا شيء ما تسوى طخ. يا ليت مشي على ولي مشارك. اسمع انا اشهد تروح معنا الكويت. يعني الحين امك تقول الكلام هذا يعني يوم. ابو سحاب امك تقول الكلام هذا، هل توقعاتك انكم انتم اذا ما رحت معكم اني ما رايح؟ سيف بتعطيني سكر ولا لا؟ ابعطيك سكر. ايش تخطي على اخواتنا كذا؟ ليش ما تقول يشرفني؟ انا اكيد اني شرفني ولا تقول يشرفني وما اقدر؟ ما اقدر هند يما قل شرفني وتم ولا قل شرفني وما اقدر؟ يا اخي انا مشيت معكم بالرسميه ما يفهم. يا سيف عطني يا ولد انا ما يا ولد ايش فيك انت؟ تروح معنا ولا لا؟ عطني سكر يا سكر يا سيف يلا اتعاند والله ماشي له. عطني سكر يا سكر قل ما شاء الله قل ما شاء الله على اني سيف مطيري قل ما شاء الله ما شاء الله على مطير ولا انت؟ طيب عندي طلب توطي قطرتك الله يعوضك. عطري مبتي ما شفت صلعتك. ها؟ مبتي ما شفت صلعتك. مو لازم تشوفها ابو سحاب كل يوم يعني انت يا هلا بطش ورش وموي الورد امرشرش. موز الورد امرشرش. موز الورد امرشرش. هو لو يا فهد فقرع تعاند. هو لو يا ولد فا عشان اللي سويته اليوم. والله يا فاتكم عفوس انا حافظه مع السلامه. 10 دقائق تجهز.
أنا ما أقدر. عندي فقرة. أنا مرتبط. لا ما أنت مرتبط. أنا معزوم على العرس. كلنا معزومين. أنا مرتبط. عندي فقرة كويسة. فقرة لنفسك ما يبي. دشينها الآن. لنفسك ما يبي. ها؟ لنفسك. أنت أحد المحاور. أنا أحد المحاور. أنا أصير محور آخر عمري. إيه تصير محور. الله يديني. صب صب شيء. صب قول. هذه أرزاق إن جات. وراح. جات وراح. خلنا نكمل. اول حاجه معزبنا الليله شيف فهد الله يبيض وجهه طالب لنا شيف فهد معزبنا الله يطول عمرك ابو فارع ابو فهد ما تقول طال عمرك ليش تقول حاله ما تقول يا ابو حاله قلش 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 رقم 6 اليوم قلش 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 والعصا تكفى يطال عمرك ابو ما تقول له شيء ابو شحاب قل لا قدم باد يا ابو شحاب رد علي مد يمي على الخير يا ابو شحاب لا دمي لا دمي انا وش هذا مش الحين هذا شيء انت مثل جسمي غير اليوم انا مثل جسمك وقلبي وقلبي كيف جسمك؟ يعني انا سبير عندك لا, لا يا ما انا هيكل عظيم كيف جسمك؟ يعني انت ما اشوف هذا ما في شيء الحين هذا خلينا نشوف خلينا نشوف هذا معفوش زمطناه وهذه شوربه اعطني شوربه شوربه اعطني يا اخي مشكله فهد فارع انه تعود على الستيك والاكلات الايطاليه في لندن في اتلانتا ولا عادي يعجب هي اكل اي مواطن اي حافظ هذه تدني في رمضان تدني في رمضان جوي واجواء ما في طيب ملعقه لا لا تصير لا تصير خمس كات عبد الله روقي اهدى اهدى حب الاناقه بس مو وقته مره ما هو وقته بالكرتون كذا يشرب بالكرتون ما اشرب بالكرتون بس ما ترى ايه ما ترجع كرتون يعني يشرب يحط ما يعيش فهد فارع هذا ما هو بي لا اهلا شوف 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 الاناقه شوف الاناقه في الدار وقطع لي بيني وبينك يسقط فهد فارع لا هذه كيف يسقط فهد فارع متجرك شنو؟ وشتي ما يسقط وش ترى ريال؟ هذه شن هذا كيف اللون هذه حافظه فيها والله زنجبيل زنجبيل احس ان الذوق يعني نفس ذوق يوه يعني الشغل عليك وجه الله شغل ممتاز انت والله من صادق شفت تريدون تنفع انت ما تنفع برنامج واقع انت تنفع طال عمرك في مواجهات مصيريه انت تنفع مع الروقي ذا اللي في مارك الروقي اللي في الشرق الاوسط لقاءاته اللي في قناته صبصب جواز الله العظيم لها الكارثه ذكرتني من شفت حلقك يمطع 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 كيف الشوربة؟ ياو! أنا عاد عدتها يا الباسرة ما جاك شغل طيب بس علم صدنا يجيك شغل ما هو طيب صدنا عن الجاي تبي بشايع؟ يا الجنايبي وش تسوي يا الجنايبي ما تسوي انت لا صاحب حبيبي ولا حبيبي والله ان اطلعك في وسط الجنايبي يا الجنايبي وش تسوي يا الجنايبي شو تجهز يا فقره شوف بالله شغل كفو والله خشمه بلاتوث احسب حسابك تراجعك العتيبي الله الله والله انا طلعك من وسط جيبي وانت لا انت بصاحب اللي ولا حبيبي انت طعس من الطعوس اللي هنا ايا ايا تسقط علينا ترى خلاص من الطعوس اللي هنية يعني في هنية طعوس ثانيين وانت طعس ثانيين ما بك حمية انا مو من احنا يا كفو شوف يا فهد يلا شباب يلا هذا خرق ما بيطق خرق قدامي كيف هذا لا يحدوني على قصايا يا فهد من 83 يوم انا حشم الرجال يا ولد يا وجه اسلم وسلم على الطعس الكذية شوف خير ما بك حمية والله رمادة لحظة صمت يا اخوان لحظة صمت لحظة استقبال ارحب يا العابس ارحب يا الزايد السابر الصابر المثابر النجم زين يبقى من المرحبا ولا مرحبا ارحب والله يا ابو سابر انك طالين على بالي قبل يقول ارحب لي ما يبقى والله كل بيت اللي بناه الله
ارحب يا ابو شباب. والله ما نمت الا عشر دقائق والله. بالذوق. لا ما نبيك. ارحب يا ابو شباب. جاهز يا فريدي. جاهز. انت تقول ايش اقول انطق انطق ذي فقره انت تقول الروقي انت تقول بيان وفهد فهد انت تقول يا ابو مدعف الان عندي ضيوف بعد 10 دقائق قلت اعلى اعلى التصويت اشغلنا عادي اشغلنا 15 ايه اشغلنا في فيصل العرجاني ان شاء الله ما تبي يجري راح لقاءات وراح مقدم كبير وراح اشغلنا رجلك الليلة عنده فكره شوف شوف النمر من هو ذا؟ سيف فهد نمر والله نمر ولد نمر والله لبطني بلع صور انا اسف يا صح اوقف عند راسك اي طق بالله عبد الله هذا انت تطقني وطقني لازم هذا بس يتحسس واش والله العظيم اني انبسطت طول شفت كابك في الاداره قلت لها مو حلوه الشاورما ولا انا حلوه الشاورما والله العظيم انها كايفه طيب كيف تسوي كذا تقلبها كيف تاخذ لا خلاص انا ما عندي مصاب كان حاطه فوق شيء زين الحين مين من انت صح النوم يا وجه الهند تعرف كيف منهم وجعتني هذه واحده بس واحده هلا وجدنا هلا استاذ زايد استاذ وجه الوايد هلا استاذ زايد عرفنا عرفنا استاذ زايد شاب نقطه ضعفك عرفنا نقطه ضعفك عرفنا نقطه ضعفك استاذ زايد شاب عرفنا وما راح نقول لحد والله نبغى نعم يا هنيئا لنا بالتجلي اللي انت تعيشه هذه الفتره الاخيره ما احد بقى مدعي يزبل هو موجود وهو غايب قلنا وجه مدعي في الداري انه يزبل هو موجود من الدين الدين ما عندهم لك زايد سابر نعم مسعود برميثة فيصل عرجاني محمد العبيان محمد العبيان احمد العوض اورنس عبد العزيز عدنا كلنا ولا عبد العزيز اورانج اورانج وفهد وجايد الثلاثه ذولي وفيصل ومحمد مبارك ومسفر شباب عندي لعبه حركيه ارجع جازك انا ابشرك معك تخيل 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 انت وفهد فارع اخر اثنين تبقوا قول استيج قول ترجع ترقد اخذك بتروح تنام قم قم معي بس بعلمك بعلمك حاجه بعلمك حاجه قم قم والله ازي عشان ما تبكي قدامي امزح عليك فهد فارع مو ديلمه الله الله والله وجه بنش احمد العوض احمد العوض يا شباب اعطوني موت كم دقائق بس يلا عندي لعبه حركيه للي وده يلعب روح روح تعتبرك احتاج فريقين ابشر بي فريق الاصفر وفريق الازرق الازرق تعلم خاصم انا الحمد لله ولا شغله احتاج فريقين فريق ازرق وفريق اصفر يلا فهد فهد وجايد فهد وجايد يلا فريق الازرق يلا ابو عاد دقيقه بس عشان احمد